مشاهدينا احنا وعدكم مع نيتشر وصار معي مارك بيروتي، واليوم بما انه بكره ليبرز داي بفرنسا خاصه بيشتروا وبيهدوا بعض ميغي. اليوم موضوعنا عن الميغي. صباح الخير مارك. بلانت بحبها كثير، يعني بتطلع كم يوم وبترجع بتختفي، ما بتضل على مدار السنه. بحب ريحتها كثير وهي حلوه كثير. حلو فوالا صح، هيدي هي بتحب ريحتها. شفتي ريحتها شو حلوه ستيف؟ هلا ليت المشاهدين بشموا معنا ريحه، بس صعبه، لازم نشوف كيف نعملها. بارفان مزبوط. شو عندها غير اسامي؟ كنا اليوم هلا عم نحكي عن الاسامي والاغاني. صح صح. عندها كثير اسامي هي، لانه عرفت هي بفرنسا بسموها الميغي، بس كمان مستعمله بكثير بلدان، يعني حتى هلا بكل يوروب بنلاقي نحن الميغي بنلاقيها وهيك. فاكيد كل بلد اعطاها اسامي، وهي حتى عندها اسامي بسبب الشكل تبعها، وعندها اسامي بسبب الاستعمال تبعها. نعم. وعندها بسبب جمالها وبسبب ريحتها. رح نشوف هلا كل هالاسامي ونحكي عنها. بسبب فورمتها، فورمه الكلوش 100%. هيدي اكيد، مش هيك بيقولوا مثلا براندو ميغي هو يلي بيكون اكيد كثير مستعمل بكره، يلي هي يعني بجربوا بفرنسا، لانه ما رح يبيعوا هالميغي، لان هي بفرنسا وبكثير من بلدان اوروبا بتطلع بالطبيعه. نعم. في ناس بيزرعوها، فبجربوا لما يكون ليش بس بهالسيزون تطلع هلا؟ هي مش بس هي مش بس بهيدا السيزون، هي بتطلع على فتره شي شهر على فترة. بس لانه بيقدروا يبيعوها بس بهيدا النهار، في كثير ناس يعني بيعملوا مستحيل يطلعوا بهيدا النهار 100%، خاصة بيرانجيس بفرنسا. هيك رح نفرجي كل هول ونفرجي الصور باوروبا وهيك. هلا هي بس شوي فيها تكون مسمة، يعني الاولاد اذا ما لازم يدقروها يعني ويحطوا ايدهم بتمها وهيك. مزبوط، مشان يعني ما نخوف المشاهدين. هي من البلانت يلي كلاسي بالبلانت اتوكسيسيتي كثير عالية، يعني مشان هيك بيقولوا انه مثلا ما لازم يخلوا الاولاد ولا ياكلوا الزهور ولا الوراق ولا حتى البيتس. مزبوط. خاصة بعدين هي الزهرة البيضاء بتصير مثل بولة حمراء مثل سوريز. نعم. وهلا بنفرجيها بعد شوي، واحد تلعب بالو ياكلها او شيء، بس بس انه بالغلط ننتبه يعني 100%. اوكي، هنفرجي هلا اساميها لهيدي البلانت وهيك، يلي هي اكيد اسمها لاتيني كونفالاريا ماجاليس. الفكره بس تنفسر ليه، لانه كونفالاريا معناتها بتطلع بين الفالي، ومجالس يعني بمي، يعني هيدا مشان هيك اسمها ميغي دو مي. فهول كمان عم نشوف بالفرنسي بسموها ليس دي فالي، وبالانجليزي ليلي اوف دي فالي. اي بتزهر كثير اوقات، بكونوا كثير حد بعضهم هيك. هون كمان عم نفرجي اساميها ثانيين، يعني كمان بتشوفي مترجمينهم، يعني مثلا مي ليلي او كونفالير دو مي. حتى عندها حلو مي ليلي، حلو اسم بنت ليلي اصلا بنحبها كثير، بنتها لجوي مخرجتنا. نسلم عليها، نسلم عليها. هاي ليلي بعدين سي جولي ا برونونسي، يعني هيك كثير مزبوط. بعدين الميغي الكلمه يلي كثير مستعمله هي، لانه هون حطيت صوره الميوسك، فهي بشبهوها ريحتها للميوسك، وهيدي هي الميوسك، فمشان هيك هيدي هي الميوسك. مزبوط، فمشان هيك كمان اكيد هيدا واحد من الاسامي تبعها. بعدين بسبب انه الزهره كمان هي مثل كلوش، بسموها كمان كلوشات دي بوا، لان هي بتطلع اكيد دون لي بوا، يعني بتطلع بالغابات وهيك. في ناس حتى بسموها اموريت، يعني كمان يعني عندها كل هالاسامي لهيدي الشتله يعني. أمورة. وهيدا اسم كثير حلو لك تحبيه، يلي يعني هو بسموه غازون دو بارناس. بتعرفي مون بارناس؟ مون بارناس هو هيدا الجبل، مش عم نحكي عن باريس يعني، مش غارد مون بارناس. لا صح. فهيدا الجبل يلي بيقولوا انه هلا في شيء، مش احنا قاعد نشرح الميثولوجي، بس مثل انه هي اذا ملاحظه كيف بتعبي الدنيا مثل غازون. هن بيقولوا كمان انه ايام الاغريق ابولون كمان كان للميوز تبعولاته يفرش الدنيا كلها بالميوغي، مشان هيك بسموها مون بارناس. بكره جوجل بيحتفل كمان بالميوغي، كمان بصيروا يحطوا مثل هيك صور يعني اكيد مهضومه. بعدين هيدا الشيء الحلو لما بيبيعونا ميغي، نحن انا هلا شلت الانفلوب اللي كانت موجوده، بيكتبوا دائما انه بورت بونور. مزبوط، هو مشان هيك ميغي تو بورت بونور توت لاني. صح، عشان هيك هيدا استعمالها للميغي، يعني هي نبته اللي بتجيب الحظ، خاصه بالشغل، يعني هيدا الفكره، مشان هيك بتكون اكيد خليها معي لكن خلص ما تعتل هم. بلا كمان بعده مناطق بفرنسا بيعملوا فيستيفيتي كثير على الميغي، في حتى بينتخبوا كل سنه مثل هلا بتشوفي بيرانجيس، بينتخبوا بسموها مس دي ميغي، يعني يلي هي رانجيس هو هذا المطرح يلي بيبيعوا كل هالميغي بنهار واحد تقريبا، يلي هو برومي مي. وبيعملوا حتى من ايام من زمان كانوا يعملوا بال دي ميغي يلي هو مطرح، هون رح يحبوا كثير هلا الصبايا والشباب الصغار، بال كانوا بيروحوا عليه كلهم، بس ممنوع الاهل،
يعني هيدا المطرح النهار الوحيد هيك بلشت الخبريه بس سان لي بارون بيروحوا وهونيك بيعطوا لبعضهم الميغي والميغي بترمز اكيد للبنت الحلوه ولهالاشياء كلها وبتعرفي بعدين كل واحد يتخيل شو بيصير بس هيك هيك بس في كثير ولاد صغار كمان راح ينبسطوا بالخبريه كان البوكي كله ميغي مزبوط هيدا كمان اتجوزوا كان البوكي كان بدها بورت بونور يمكن 100% فهيدا واحدة من الاسس هلا بيقولوا انه ما فكرت فيها بس تجوزت ما كنا نعرف شو أنا بس ما بركي مش بما تجوزت لا مش بما تجوزت هيدا هي ما كان في ميجا صح فبيقولوا انه على عيد العمال كانت الورده هي بترمز لهذا الشيء بس في كثير ناس كان بدهم يكسروا مع هذا التراديسيون لانه الورده بترمز كمان للشيوعيه وما كان بدهم يهدا فنقوا الميجا محلها وصار الميجا هو هيك هلا ما بعرف قد ايش صارك مجوزه بس يلي بصير صاروا مجوزين 13 سنه بسموها أكتر أنا ما هيك بسموها دونك هيدا هلا صار مجوزين بسمون نوس دي ميغي دونك هيدا بيقدروا يهدوا بعضهم الميغي كمان هي اكيد بالفولكلور الفرنسي عم نحكي هيدا وحده من الاشياء يلي اكيد مستعمله هلا هون في كم صوره مهضومين كمان عن الميغي مثلا كيف بيعملوا كل مره ميسيت الميغي هول بيعملوا احتفالات كتير عن الميغي مثلا بنشوف اوبيليكس بتقول ايفل اوبيليكس وكل هول وبعدين اكيد كل مره بيروحوا بيرانجيس عند رئيس الجمهوريه وبيهدوه هلا انا نقيت كذا حدا رح نفرجيهم ورا بعضهم عشان ما يزعل حدا منا افتكر كيف دواتو غوش ايه وهون هلا هيدي الصوره هديك السنه كمان زعلت منك هلا ما رح نعلي انا مثلك انا زعلت من حالي وهون حطيت كمان دوغول كمان على يلي كمان بكل سنه بيرانجيس بيروحوا بيعطوا اكيد الميغي هيك هلا هون في عنا شغله كمان مهضومه يلي الميغي كيف بتطلع هي وين بتطلع هي تطلع بالطبيعه وكثير معروف عنا انه هي كثير تابيسانت بالطبيعه بتزهر من افريل لجويه يعني كتير بتزهر مش بس انه بس بما فهيدا الزهور اللي عم نشوفهم بتكون كتير إليغانت كتير صغيرة وبتدل لما يكون في ميغي بالطبيعة انه الناس يلي هنيك محافظين على الطبيعة بس جميل هالزهرة رائع. مش معقول شو إليغانت وشو هيك إلا كشي خاص يعني 100% والحلو كمان نعرفها انه لو منا مزهرة هي من النباتات الكتير قليلة بنقدر نعرفهم لانه بالطبيعة بكون عندها هيك ورقتين دايما بيكونوا هيك طالعين 30 كيف شكلهم محطوطين وهيك وهي بلانت بسموها عندها ريزوم يعني تحت الارض عندها مثل شو كثير قوايا بيقدروا يمشوا يعني وهيك بعدين هيدا كنا عم نحكي عنه هالزهور رح يتحولوا لهول مثل السوريز فالاولاد الصغار بيقدروا يفكروها كرز وهن كثير توكسيك مزبوط فمشان هيك واحد اكيد لازم ينتبه لما يكون عنده ميغي مع الاولاد الصغار وهيك هلا هون عم فرجي كمان كيف هي بتطلع اوقات بيجيبوا الميغي بلا بو هيدي مسمي من تحت للشوش هلا هون الشغله لازم نعرفها كثير مهمه لما مثل ما بتقولك كثير بصير هلا بكره حتى بلبنان ببيعونا الميغي مع المحطوطه بمي ومن دون تراب من دون شيء لازم ننتبه انه هيدا المي ما لازم نشربه لانه هيدا المي سامه شوي ما لازم ندق فيها هيدا شغله مهمه يعني واحد ينتبه له وهيك فهيدا بالنسبه للمي اكيد ما رحنا نحكي اكثر عنه وهيك نرجع نقول انه كانت حاطه صوره عن كيف تطلع الميغي بالطبيعه هي بتطلع بهيك مطارح بالجبال حتى فيها تطلع حد 2000 متر يعني بتقدر تطلع حتى بالساحل وبتقدر تعيش بمطارح شوي امبراجي يعني بتشوفها مش ضروري يكون شمس 100% دائما بتزهر مره بالسنه ايه من افريل لمي كل وحده بتعمل وحده حدا يعني مثل ما ملاحظه كل شتله بتعمل هيك واحدة فين وعلى الزهور كم واحدة بيكونوا موجودين في عدة أرقام بيقولوا أنه الـ 11 هو أكثر واحد بيجيب بوردونار يعني هيك كده هول هلا منعدهم هلا هيدي أنا بحبها كتير الصورة لأنه إيه الميغي فيها تكون عندها أوقات الجراب تبعها ليلا بتكون هيك على روز على ليلا بتكون كمان أكيد كتير حلوة يعني شين هيك اسمها ليلي أو ليك ما بعرف إذا كلمان هيك يمكن شو عرفنا هون كمان عم نشوف كيف هالزهرة كيف تطلع وكيف بتكون كنت عبالي كمان هي كتير كمان تابيسات يعني تطلع كيف ما كان هلا الميغي فينا نحن نزرعها ببيوتنا مش ضروري حتى بالجنينة ديركت يعني وقت ما عنده جنينة بيقدر ببو مثل ما هون مبين وفينا كمان هيدا كتير بفرنسا بيعملوها بيحطوها جراوند كفر يعني بيكون عندهم مطرح ما بدهم غازون بدهم يغطوا كل الارض هي فيها تصير انفيزيف في كل معنى الكلمه مشان هيك قبل بتذكر باول حلقه قلنا بسموها غازون دو مونبارناس لانه بتقدر مثل غازون تمد وتمشي وبتعبي كل طيب بتصير انفيزيف بس قد ايه بتضل عاتي خضر بتضلها خضرة كل السنه الورقه تبعها بس الزهور بين افريل وماي 100% هول الزهور اكيد ببينوا هيك من وين جبنا الزهور هول جبناهم
أدونيس اليوم يلا معنا أكل. رح جرب كمان بعد فرجيك كم صورة حلوين. هون صورة عن قديه بتقدر تصير انفيزف، يعني بشوفها قديشها كبيرة وقديه بتكبر وكل هالخبريات وهيك. وفي عنا ميوغي أوقات بناشي الفي تبعها، يعني هون مبينة قدامنا بتكون ورقتها خضرة وبيضة مش خضرة، أنا بفضل الخضرة بحسها هيك أكتر مهضومة يعني. وهون عم شوف كيف كان اكيد 100% هيك بتحسي كلها لوحدها هيك. هلا هون مش للاستعمال بلبنان، وهول باوروبا بيستعملوا، بس نخبر الميوغي هي من النباتات يلي باوروبا بيقدر يوصفها حكيم اوقات للقلب يعني، بس اكيد هونيك في كيف في طرق كيف مستعمله هوميوباتيك حتى لا بالمدسين العاديه يعني اوقات بيستعملوها لاساس هيك لا لا بالقلب. وهون حبيت كمان نفرجي كيف واحد بيقدر اكيد يعمل ديكوراسيون بالميوغي، يعني كيف بتكون لما بتكون كمان موجوده بمطرح. بيقولوا انه دائما سل حلو نفتح ما يكون يعني باوضه كثير صغيره ما فيها نحط كثير ميوغي، لانه ريحتها قد ما انها حلوه بس مع كثرتها بتقدر تعمل لنا وجع راس. فينا نستعمله كبارفان يعني نعمل منهم بارفان؟ مش بس هيك، هلا انا نسيتهم بس بعده بارفان كان لديور ولا كانوا يستعملوا الميوغي جواتهم، يعني كانوا يستعملوا ياخذوا منها اسينشال اويلز، ياخذوا منها حتى اشياء وبيحطوها بقلبها للميوغي يعني قد ما ريحتها حلوه، بس كثرتها بتقدر تعمل اكيد وجع راس اذا كانت كثير كثير في منهم يعني المكيبيك. وحتى انه هي نبته هينه واحد يزرعها، لانه مثل ما حكينا انه انفيزيف فبيقدر واحد يجيبها مثل هيدا. هلا في تنزرع بجنينه وبتمد وبتعيش، بس ينتبهوا انه بتمشي، يعني مش انه واحد فينا نحن نحسرها ببوز غير وهيك. سو هولي خبريتنا للمكيبيك. ثانك يو مارك، نرجع نشوفك النهار السبت ان الله راد. مشاهدينا رح ناخذ سوا وقفه بعدين بتكونوا مع فاميلي.